السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة جنان. اليوم إن شاء الله نقترح عليكم طريقة تحضير فطيرة معمرة بحشوة لذيذة جدا جدا. نحضروها كوجبة غداء أو عشاء سهلة وسريعة. إذا نبدو بالمقادير. إذن المقادير هي المقادير العجينة هي 500 غرام فارينة، مغرف صغيرة تاع ملح، مغرف كبيرة خمارة فورية اللي غادي نزيد معها مغرف صغيرة تاع السكر، زوج مغارف كبار تاع زيت. فوالا هنايا ندير زوج مغارف كبار تاع زيت. إذن وندير مغرف صغيرة تاع سكر في الخمارة. علاه ندير السكر في الخمارة؟ باش الخمارة تطلع لي مليح، باش تتفاعل مليح توجو. فوالا إذن ندي حبة بيض. هنايا غادي نستعمل بياض البيض، نديره لو بلون دوف، نديره في لا فارين، ولو جون دوف نخليه من بعد للتزيين. إذن فوالا هذه هي، نستعمل غير لو بلون دوف في العجينه، لو جون نخليها على جهه. ندير دروك شويه ما دافي في الخماره، نخليها تتفاعل حتى من تتفاعل مليح عاد نستعملها. ندير الخمارة تاعي، نزيدها في الخليط اللي كنت خادمته، ونبدا نعجن هذيك العجينه. نعجنها حاجه 10 دقائق. هنايا درتها في الخلاط الكهربائي في البيتخان، ونبقى نزيد في الماء غير بشويه حتى اللي تنعجن تجي عجينه كيما عجينه الخبز. إذن هنايا بان ما عجنتها وكملت، نكب فوقها غير شويه زيت كيما هكا باش نقلعها من البيتخان. فوالا نلمها مليح، شوفوا كيفاش راهي معجونه مليح، ونخليها هنايا تخمر. نغطيها ونخليها تخمر حاجه 30 دقيقه ولا 40 دقيقه على حسب الحراره تاع المطبخ. إذن دروك نمروا لتحضير الحشوه. الحشوه نحتاج حبه فلفله حمراء قطعتهم بتيدي، وحبه فلفله خضراء قطعتهم بتيدي، وحبه بصل تانيك قطعتهم بتيدي، ودرت زوج مغارف كبار نتاع زيت، درت مغرف صغيره ملح. إذن هنايا نخلطها مليح، وغادي نخليها حتى تتقلى مليح، عاد عاد نزيد لها العطور تاعها. هيا لا هنايا بعد 10 دقائق تقلت مليح، اذا غادي نزيد لها دروك مغرف صغيره تاع فلفل احمر، وربع مغرف زعتر، ونص مغرف صغيره نتاع فلفل كحل. فوالا نخلطها مليح تانيك، ونزيد لها دروك غادي نزيد لها الكفته تاع الدجاج. هنايا عندي 200 غرام تاع كفته لحم مرحي، ها هو 200 غرام، ونخلطها معها مليح، ونخليها نعاود نخليها طيب حاجه 15 دقيقه 15 مينوت. معناها صاي هنايا لاصوص تاعنا تكون طابت وتجي فريمون شابه بزاف هاد الحشوه تاع الفطيره. هنايا غير جوست نخلط مليح هذيك الكفته ونغطيها ونخليها طيب. خلاص الحشوه تاعنا راهي بريسك واجده. نزيد لها الافان، نزيد لها شويه معدنوس باش تمد لها ان تري بون غو.
نخلطها ونزيدها غير 5 دقائق ونطفي عليها. اذا هنايا الحشوه تاعي بعد ما طابت وبردت زدت لها دي مورسو تاع زيتون، ديت الزيتون قطعته قطع صغيره ودرتها فيه، ثاني الزيتون يمد لها ان بونغو وخليها. هنايا بعد مرور 30 دقيقه العجينه تاعي صاي خمرت، نهودها نقلع لها نديغازيها نقلع لها الغاز ونحطها في لو بلون دو ترافاي. اذا هنايا غادي نقسمها على زوج فوالا، ندير فوقها شويه فرينه باش كي نخدمها ما ترسكش، ونخدمها بالمبرد، نحلها مليح، ندهن مليح السني تاعي لو بلاطو اللي غادي نخدم فيه، ندهنه مليح بالزيت ونحلها. نحل لي دو بارتي، الاولى والزوجه، الاولى غادي نديرها لتحت في السني والزوجه غادي نديرها من الفوق. اذا هنايا بعد ما درتها درت العجينه في البلاطو تاعي، ندي الحشوه نديرها ونزيد معها نزيد فوقها فرماج غابي لا موزاريلا، ولا زيدو دي فرماج فوندو تاع سوا فيلادلفيا ولا الفرماج اللي تبغوه زيدوه، وندي لا بارتي الثانيه تانيك نزيد نبردها ونابلاتيها ونعاود نزيدها فوق الطبقه الاولى. اذا هنايا نبلع مليح الفطيره تاعي، نبلع لها كاع لي كوتي تاعها باش كاع الحشوه تقعد لي لداخل ما تخرجش. فوالا، نابلاتيها مليح. هي لازم تبدلو لازم تبلعو كاع لي كوتي باش الحشوه ما تخرجش باش تقعد لداخل في الفطيره. في هذا الوقت راني درت الفوغ يحمى، درتها انايا الفوغ تاعي توجور نديرها 180 دوغري 180 درجه. اذا دروك ندي جون دوف تاعي اللي بقالي، نزيد فيه مغرف كبيره تاع حليب، نضربه مليح وندهن به كاع الفطيره تاعي. ديت ان كور دون باش نخرج الهواء من العجينه، ودروك غادي نكب فوقها. درت انا هنايا شويه سانوج شويه حبه حلاوه، وانتوما ديروا شات بغو، تنجمو ديروا سجلجلان، ديروا الحاجه اللي بغيتوها. ودرت فوقها دي رونديل تاع زيتون هذا غير للتجميل، ودخلتها الطيب. اذا بعد ما طابت درت فوقها شويه فرماج غابي مع شويه زعتر، وصايي خلاص راهي واجده للتقديم. اذا هنايا مع هاد الفطيره بويسكو راه وقت المندارين، ديت المندارين قطعته اون رونديل، غادي نقدمه كديسير يجي فريمون شباب بزاف.
ندير فيه شويه قرفه مع شويه عسل، يجي فريمون المذاق تاعه شباب بزاف. اللي يبغي المزهر ينجم يكب فوقه شويه مزهر، اللي يبغي المزهر، اللي ما يبغيش يدير فوقه غير العسل كيما هكا ويقدمه كديسير مع هاد الفطيره، يجي فريمون شباب بزاف. وبهذا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، ونتلاقاو ان شاء الله في شهيوات مقبله. ومرحبا بكل اقتراحات تاعكم، خلوها لي في التعاليق. بلا كان عجبتكم الفيديو ما تنسوش باش ديروا لايك، والى الحلقه القادمه ان شاء الله، وبسلام عليكم.